السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة لينا على القناة. زي ما احنا ما شفنا في الفترة اللي فاتت ان السوشيال ميديا مقلوب طبعا على موضوع شروط الواتس أب الجديدة، ورسالة اللي وصلت لأغلب الناس بشأن التحديث اللي هيتم في خلال الشهر اللي احنا فيه، يمكن على نص الشهر الجاي يكون اتطبق خلاص، بمشاركة المعلومات الخاصة بالتليفون بتاعك او بيك انت شخصيا مع الفيسبوك. الواتس أب طبعا هو برنامج مملوك للفيسبوك واستحوذت عليه بمبلغ كبير جدا طبعا، فكان من المتوقع انه عاجلا ام اجلا هتيجي اللحظة ان هو يستفاد من المعلومات والبيانات بتاعت الاشخاص على الواتس أب ده اقصى استفادة. احنا عارفين طبعا ان فيسبوك قايم على الاعلانات والدعاية والحملات الترويج اللي بتبقى عليه، وبيحقق منها مبالغ ضخمة جدا جدا جدا، واللي بيمكنه من تحقيق المبالغ دي طبعا هو استغلال المعلومات وتتبع النمط بتاع الاشخاص على صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك. فاكيد الفيسبوك حابب يوسع الدايرة كمان اكتر من كده بان هو ياخد المعلومات الخاصة بالواتس اب، لان طبعا الواتس اب عليه كمية مستخدمين رهيبة. نص الرسالة بتاعت التحديث بتقول انك انت تبقى موافق على الشروط الجديدة اللي هتدي صلاحية باستخدام معلوماتك الشخصية زي رقم الهاتف وزي قوة الاشارة وزي مدفوعاتك الالكترونية وزي معلومات عن الجروبات اللي انت مشترك فيها، معلومات حتى عن الشبكات اللي انت دخلت عليها والاي بي الخاص بالتليفون ذات نفسه. فلما تيجي تبص للموضوع في المجمل هتلاقي معلومات كتيرة جدا، تحس ان هم يعني داخلين حرب تجسس، مش بياخدوا معلومات عشان يوظفوها في المجالات الاعلانية الخاصة بشركة الفيسبوك. لكن انا اعتقد ان دايما الشركات المطورة بتاخد معلومات اكتر من اللي هي محتاجة لها تحسبا لانها تحتاج حاجة معينة بعدين. يعني هو ما بياخدش نص الكوبايه اللي محتاجه، لا هو عايز الكوبايه كلها، لا اخد البيانات كلها وبعد كده اشوف انا محتاج منها ايه، لان ممكن حاجه ما تكونش في دماغي دلوقتي ولكن بعد فتره بسيطه الاقي نفسي محتاج لها او يلاقي حد يبيع له المعلومات ديت. وطبعا احنا شفنا فضايح كتير في موضوع بيع البيانات والمعلومات بتاعت المستخدمين، سواء من شركات كبيره زي جوجل، سواء موضوع الانتخابات الأمريكية اللي كان برضو متورط فيه الفيسبوك. انت تقدر تستغنى عن الواتس أب ولا لا؟ دي حاجة ترجع لك انت شخصيا، انت تقدر تقيم تجربتك للبرنامج وتقدر تشوف انت مش حابب الإعلانات، مش حابب الكلام ده كله، مش حابب ان معلوماتك تطلع في المجالات ديت، فانت ممكن ببساطة تستغنى عن البرنامج لان في خيارات تانية بتقدم لك نفس التجربة يعتبر وان كانت اكثر امانا. لكن انت لو حد شغله مرتبط بالبرنامج، في جروبات عمل كتيرة خاصة بيك، او انت رقمك معروف الناس بتتواصل معك من خلاله عن طريق الواتس اب، فانت تكون الصراحة مضطر انك انت توافق، اللهم الا لو حصل حاجة خارجيا مثلا لان في ضجة اعلامية كبيرة على الموضوع ده، فمن الوارد اللي هو يتلغي او يتراجعوا فيه حتى بصورة مؤقتة او يقللوا كمية المعلومات اللي هم هياخدوها منك. وبعد الموضوع طبعا مع عمل الضجة الكبيرة ديت ظهرت بقى بعض البرامج التانية اللي ممكن تبقى بديل او تحل محل الواتس اب. طبعا التليجرام بقاله فترة كبيرة من شهر رمضان اللي فات تقريبا وهو محقق اعداد مستخدمين في تزايد على طول، لانه بيقدم مميزات الصراحة مش موجودة في الواتس اب زي مشاركة الفيديوهات بنفس الجودة واكثر امانا من الواتس اب في استخدام بياناتك. وطبعا بعد تغريدة ايلون ماسك الخاصة ببرنامج سيجنال، التغريدة دي طبعا قلبت الدنيا وبقى في ضغط جامد جدا على تحميل البرنامج، والصراحة انا مش عارف لانه ما عقبش بعد كده خالص باي تغريدة تانية، هل هو كان يقصدها يعني ينصح الناس ان هم يستخدموه، ولا هو كاتب تغريدة بس على سبيل ان يعني مش مهم الواتس اب، عندك برامج تانية ممكن تستخدمها عادي، وضرب المثل باضعف برنامج انت ممكن تشير اليه السيجنال، لان لو انت بتدور على برنامج قوي وبرنامج ليه اسم وبرنامج بقاله فترة كنت هتروح مع التليجرام على طول. والصراحة في مجال السوشيال ميديا او مجال الانترنت عموما انت كده كده بياناتك معرضة انها لو حتى مش هتستخدم بطريقة امنة او مش هتستخدم من قبل الشركات والبرامج اللي انت بتستخدمها، لان دي برامج مجانية، كون شركة هتعمل برنامج مجاني لازم تسعى للاستفادة من وراء بياناتك اللي انت مسجلها ديت في المجالات الاعلانية. لكن انت واجب عليك انك تكون حريص، مش اي برنامج يتقال عليه، او في دلوقتي طبعا رسائل عمالة تيجي على الواتس اب انك انت تخش على اللينك دوت علشان تفعل مدى الحياة، والواتس اب هيتوقف لو انت ما شيرتش الرسالة في 15 جروب وكلام فارغ من ده كتير من اللي احنا بنشوفه كل فترة. ياريت ما حدش يخش على اللينكات دي يا جماعة خالص، وياريت ما حدش يسطب برامج ما نعرفش مصدرها ايه، يعني بيبقى واتس اب بس اصدارات تانية بعيدا عن المتجر
ما هو مش مضمون، ما انت بتحط فيه بياناتك، يعني انت مش واثق في التطبيق الرسمي اللي محطوط على المتجر وهتنزل برامج من تطبيقات خارجيه مجهوله المصدر. لا بصراحه بلاش، ما انصحكش، سواء انت هتكمل في الواتساب، سواء انت هتستخدم التليجرام، سواء انت هتجرب السيجنال. انا احب انصحك بس انك ما تركزش كل شغلك على منصه واحده، علشان لو حصل فيها مشكله لا قدر الله ما تلاقيش نفسك وقعت في مشكله كبيره في شغلك. استخدم الواتساب ماشي، اعمل مجموعات على التليجرام وحط شغلك فيها برضو لو انت هتستخدمه في الشغل ماشي، جرب السيجنال مش مشكله، اعمل مكالمات الفيديو عن طريق الجوجل ديو. حاول دايما توزع او تخلي شغلك متشعب في اكثر من برنامج، علشان لو حصل مشكله في برنامج معين تقدر تكمل بالبرامج الثانيه وما يحصلش معاك دروب جامد. بس كده، ودي كانت دردشه بسيطه حبيت اتكلم معاكم فيها على المشكله طبعا الاخيره بتاعه الواتساب، وحابب انكم تشاركوني برايكم في التعليقات وتقولوا لي انتوا ناويين تعملوا ايه في الموضوع ده. كان معاكم خالد سامي، أشوفكم على خير في حلقات جديدة لينا إن شاء الله. مع السلامة.